توفي البرازيلي جونسون كيندريك لاعب الغرافة القطري إثر تعرضه لطلق ناري في ساو باولو بالبرازيل. ونعي نادي الغرافة لاعبه البرازيلي في بيان نشره في موقعه أو على موقعه الرسمي هذا. وذكرت الشرطة البرازيلية أن سائق دراجة نارية حاول سرقة ذهبي من جونسون ذي 24 عاما، وحين لقي مقاومة من ضحيته أطلق النار على رأسه وأرداه قتيلا. وكان جونسون يتأهب للعودة إلى ناديها الغرافة بعد انتهاء عطلته الصيفية. انضم اللاعب إلى نادي الغرافة قادما من مواطنه معذر في بداية العام 2016، ولم يسبق للاعب أن مثل منتخب بلاده دوليا.